نشاهد الآن نتيجة التجربة بعد مرور شهر كامل. وكما نشاهد، الأوراق العلوية تساقطت. في, في المقابل نبت لها فرع جديد. هذا الفرع لم يكن موجود من قبل. نتفقد الآن حالة الجذور. الجذور شبه سليمة، مع وجود جذور حديثة النمو. الواضحة باللون الأبيض. طبعا انا وضعت النبته داخل المنزل على اضاءة المنزل اضاءة المصابيح المنزل والمصابيح بعيدة عنها تقريبا مترين طبعا الان تشخيص النبتة النبتة تعاني من نقص شديد في الضوء لذلك هذه من النباتات التي لا تصبح في الماء وبطبيعة الحال هذا النبات الذي اسمه بنت القنصل هذا أنا احتياجه للضوء اكبر من احتياج النباتات الداخليه الاخرى لذلك نلاحظ النموات الحديثه باللون الباهت الاخضر الباهت وهذا دليل على نقص التمثيل الضوئي اما الجذور منها السليم ومنها الغير سليم ودائما التجربه خير البرهان والسلام